عرفات جيت نادم على مرتي انصاص الليالي عيني عينك مش مرتك ولا عمرها كانت تشوف وحتى لو مرتي وعايز تتكلم معاها احنا نطول ده انت الشيخ عرفات مرحبا يا عرفات اتفضل لا هنيه مليح انت طلبت مني حاجة وقلت لك بكرة قول والوقت سرقني ولقيت الليل هيخلص وانا ما وفيتش بوعدي ايوه حصل طب اتفضل اتفضل ما يصحش لا يصح هما كلمتين وهمشي كلمتين بس انت طلبت تعرف السر وانا جيت اقول سر استاذن او تقعد عادي السر هيتقال لكن يوصل لصاحبه بس قول يا عرفان ليه ما قلتش امبارح وانا عندك ما كنتش عارف ولما عرفت جيت اقول قول السر انه كله منه يا نوار كله منه يعني كله منه هو اللي يجرح وهو اللي يداوي هو اللي يتوهك وهو اللي يهديك هو اللي يزعلك هو اللي يصالحك يرمي في البير ويطلع اللي من البير أمير ويسكنك الجنة ويطردك منها عشان ترجع ليها عن حب مش عن ورث ويرمي في النار ويخليها برد وسلام يخليك تمد رقبتك تحت الدبح وتقولي قبلت عشان يفديكي كله منه ياخد منك عشان يديكي أحلى ويحرمك عشان يسعدك يمنعك عشان يعطيكي حدش ليه عنده حاجة ولا شرط هو حر هو كمان عجيب بينه وبين كل مخلوق سر لو عرف ويرتاح ويفهم والسر إنه كله منه كيف نزعله منه أو نستعجبه أو نستعجله أو نبعده ده اللي جيت أقوله ده السر